توتر يعني، مثلا شلون تربي وشلون أعطي الحنان الأم، يعني كتير شغلات مسؤولة عليها الأم بالولادة، خاصة الاهتمام لازم والدقة لما هيك تعيشين مع الطفل، حنية الأم أول شيء، وتاني شيء تعيشيها لما تكتئبين لما إنه يكون الطفل مريض ومرات هيك يبكي بين إيدكم، يعني ما تعرفين شلون تحاولين تسكتيه. قلق، تحسين المسؤولية يعني تقدرين عليه ولا لا؟ بده يبكي ولا ما يبكي، يمرض، يعطش، يجوع، كلها مريضة من الأم. يعني بدل الواحد شوي يصبر لحد ما يكبر شوي ويتعود عليه. إيه، مع الوقت تتعودين عليه، تسلي معه، يضحك معه، لحد ما تتعودي عليه ويصير عادي، يصير غالي عليه، تونسين بيه، لما يبكي لما يضحك إجباري بدك تتعودين عليه. سبيكج يعني عناصري اساسي مال بات وهرجيني مرا، يعني وقتي قوتن الزوج جبر اوجي طرفك علاقتي دي دماغ انسان كي متفهم به، انسان كي تشوا جيان فعم كربي، يعني دوي دك هاني او مرر اليكار اليكاريه برمزن او دكشوا عاد داجي مال بات خطال در دورا مربن دايكا مرا تجربة خواه، يعني شيروفايج مرتي كرن مثلا شوا ام هقا سكس هات خدي كرن هات مزن كرن غاشن في اصطا هاني هدي مرا افروشا هاني در باستك.